من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. نعم، إذن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم، وضع في مكانه علي رضي الله عنه حتى يرجع الأمانات التي كانت لديه. كفار مكة يريدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمنوا على أموالهم، وهو عليه الصلاة والسلام عرف بالأمين، أراد أن يرجعها لهم ولم يأخذ منها شيئا. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بعض العلماء يقول لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم صنع أكثر من هذا؟ نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53. نعم، الآن 40 سنة ثم بعث عليه الصلاة والسلام، و13 سنة في مكة، فرضت الصلوات المفروضة قبل الهجرة ب3 سنين، ثم بعد هذا هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم، كانت المدينة تسمى يثرب وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعيد هذه التسمية للمدينة، مفهوم؟ أي نعم، يعني يحرم إطلاق هذا الاسم على المدينة، مفهوم؟ لأن من غير له هذا الاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. نعم، 10 سنين كاملة بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام وقد أتم 63 عام. نعم،